بل إن أعمال العنف والإرهاب قد وصلت إلى حد الاعتداء على مؤسسات الدولة، ومن ذلك الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، حيث أدى ذلك إلى استشهاد أحد رجال الأمن وجرح عدد آخر. الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة انطلقت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة مسؤولين من العديد من الدول القمعية في العالم، ومن بينها البحرين، التي ألقى نائب وزير خارجيتها عبد الله الدوسري كلمة تغنى خلالها بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد التي لم تعد خافية عن أنظار المجتمع الدولي، ولكن بصورة مختلفة عن الصورة الوردية التي أراد الدوسري تسويقها. ما تطرق له نائب وزير الخارجية البحريني في كلمته مجافاة للحقيقة والواقع العملي للانتهاكات التي تمارس في البلد، خصوصا قبل 7 شهور، وبذلك هو يهين ذكاء المجتمع الدولي من خلال طرح هذه الهرطقات التي لا تمت للواقع بصلة. الدوسري هاجم المنظمات الحقوقية التي تنقل حقيقة ما يجري على الأرض في البحرين من انتهاكات، واتهمها بأنها مسيسة. الذي يسيس العمل الحقوقي هو الذي يقوم بالافتراء على النشطاء، يقوم بالافتراء على الحقوقيين، يقوم بالافتراء على كل من يقوم بنشاط سياسي ونشاط حقوقي في الخارج. أحد أهم الادعاءات الواهية التي أراد الدوسري تسويقها إلى المجتمع الدولي هو ادعاؤه أن البحرين بلد التسامح الديني في ظل نظام حكم عائلة آل خليفة. الدوسري making statements saying talking about trying to combat hate speech or talking about tolerance and religious tolerance, and yet you have the government pushing a very sectarian line to target the country's majority Shia population, targeting prominent clerics, dissolving a Wafaq, and you know, taking a lot of different steps that really push a very sectarian line for causing additional repression to the and discrimination against the country's Shia population. خطاب تضمن جملة من الأكاذيب التي لم تنطلي على المجتمع الدولي بحسب حقوقيين دوليين، ولا ينفع النظام الحاكم في البحرين في تجميل صورته المشوهة. بعد أن فشل نائب وزير خارجية البحرين في تسويق ادعاءاته حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بات لزاما على المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف القمع الحكومي الجاري في البلاد. سهر عربي للبحرين اليوم من مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.